قاعد ممرور اللي معجب بالابراج في الخليج مستكتر علينا برجين في العالمين، اللي معجب بالطرق في الخليج او في اوروبا مستكتر علينا، وازاي نعمل طريقين حلوين وست حارات شمال وست حارات يمين، مستكترين علينا نشيل الناس من تحت صخرة المقطم نوديهم الاسمرات، مستكترين انت فاكر طبعا كم البذاءة السياسية اللي حصلت مع الرافال والمستيرال وقاعدة محمد نجيب وقاعدة في الجنوب وقاعدة في الشمال واسطول شمال واسطول جنوب، وليه هو احنا هنحارب؟ تخيل ان الجيل الجديد اللي بيتكلم عنه، وانا هستفتيك في ده يا استاذ عصام، جيل جديد اللي هو 16 و17 و18 اللي اول مره يصوت، دول شافهم الاستاذ عصام النهارده، اولا مشتاق للتصويت عايز ياخد تجربه التصويت، وزي ما قال عصام لا ده انا مهدد، ده البلد مهدده، لاول مره يحدث هذا الخطر يبقى مجسد بالشكل ده. مهما حكيت سيادتك تاريخيا ومهما حكيت انا تاريخيا او حتى حكينا حكايات كتيره، محدش كان هيصدق ان الخطر بيدق الباب. مش بيدق الباب ده يعني ده بيزق الباب بقى في عشانه. انا هرجع لك في حته